تعمل له زقاج يعني. وين؟ نظر واحد. حط لهم اكل ها؟ يعني خاصة الفيديو هذه غزالة جبتها واحدة قبل 6 سنوات وعانيت جدا لما جبت الذكر اني اعشرها وتتولد وتعمل مشروع اعمل مشروع منهم والحمد لله يعني لهم 6 سنين عندي وخلفوا عندي حقت 6 حبات وهذا الغزال نادر يعني مش موجود يعني قليل جدا منه في غزة وانا حابب المشروع هذا يكبر واتمنى يعني انه ان شاء الله حد يدعمنا في المشروع هذا. هي البيئة يعني في غزة مناسبة لهذول الغزلان النوعية، هذا غزال أوروبي بتحمل التلج بتحمل البرد بتحمل الشوب، يعني غزال مناسب لبيئة غزة، فلقيناه إن شاء الله إنه يعني ممكن يستمر معنا ويمشي معنا المشروع هذا بإذن الله. Thank you.